جنبان سلاح الثورة والوطن هي في دمنا، يعني على الفطرة نولد، فكانت هذه النزعة الثورية تحديدا وجدناها في المرأة الفلسطينية وفتيات جامعيات متزوجات تكون لديهم الرغبة بشكل كبير بأن يكونوا ضمن هذا الإطار وأن يكونوا شركات في هذا النضال. رغم اني طالبة وبدرس، لكن لما سمعت بهذه الدورة العسكرية ما ترددتش اني ادخلها من اجل الدفاع عن الوطن في ظل الحروب المتتالية على شعبنا الفلسطيني. نحن كفتيات نهجنا نهج اننا نكون ضمن كتائب المقاومة الوطنية، وأثبتنا فعلا بأن المرأة الفلسطينية خاضت هذه التدريبات جنبا إلى جنب، مرأة جنب رجل، من أجل أن تتملك في هذه الدورات العمل العسكري وفنون العمل العسكري.